السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء. نسأل الله أن تكونوا بخير ونتمنى لكم مشاهدة طيبة. والآن مع التفاصيل. مسلسل ريح مجنونة الحلقة الخامسة. أيهان يغضب من أوغور لأخذه جوكشا. أيهان الذي يغضب من أوغور لأخذه جوكشا من يده يبدأ في تنفيذ خطته الجديدة. مخطط أيهان الجديدة ستجعل أوغور وتوناهان في ضجة وصخب كبير، حيث ستجعلهم على نفس الجانب، مما يؤدي إلى ذوبان الجليد بينهما لبعض الوقت. مليكة تبحث عن طريقة لأخبار أوغور بجميع الحقائق وحقيقة ما حدث في الماضي. أما أوغور عندما تتكشف الحقائق له، سيعرف أشياء مغلوطة عن مليكة، ويحاول أن يتأكد من حقيقة ما حدث في الماضي لمليكة بكل الوسائل الممكنة. ماضي مليكة الحزين سيجعل كل العيون تتجه إليها مرة ثانية من جديد، ليبدأ فصل جديد من المعاناة لمعرفة الحقيقة، وخاصة أوغور. ومع ذلك فأن هذه المهمة ستثير الشرارة بين مليكة ورشاد، وستجلب رشاد وأحمد وجها لوجه ليبدأ الاصطدام من جديد. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نتمنى من الله إن ينال الفيديو أعجابكم، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. ونسأل الله أن تكونوا بخير. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.